ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا معلومات وحقائق جديدة عن عيلة الجمل. هنعرف فيه امنية القوة بتشوف مامتها سماح ولا لا، ومعانا مفاجأة جامدة جدا لآية احلى ولكل الفانز، وهنتعرف على مريم اللي كلمت آية في الفلوج بتاعي امبارح، وكمان هنشوف غزل عملت ايه ومفاجأتها في عيد ميلادها، واخيرا مستر احمد عاوز يعمل ايه لأصالة. فيديو اليوم مليان معلومات مهمة جدا لكل الفانز، بس كملوه. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عائلة الجمل. يلا بينا نبدأ، وهنبدأ بمستر أحمد وأصولة إلى عسولة. والحقيقة مستر أحمد كان رايح يحلق شعره، وقال لجلجل إنه عاوز يكتب حرف إيه أصالة على راسه زي ما كتب قبل كده حرف الإف للأميرة فيروز. لكن جلجل قالت له هيفتكروها إيه أحمد مش أصالة، أنت تكتبها أحسن أصالة. مستر أحمد هنا ضحك قوي وقال لها ليه، أنت فاكرة دماغي دفتر؟ وهنا حياة كانت عسولة قوي ولابسة تيشيرت بالمقلوب، لكن غنت لبيبي أصالة يا بنات يا بنات. بيبي حياة بتحب صولة قوي، ربنا يخليهم لبعض. ودلوقتي تعالوا نعرف مين هي مريم اللي كلمت آية في فلوج امبارح، بس في الأول تعالوا نسمع صوت مريم. مي مريم، ثانك يو. مرسي مريم. سيبيه عندي لما نخلص هجيبهولك. اوكي. الحقيقة ظهر صوت لوحدة بتكلم آية أحلى، لكن آية ما جابتش الكاميرا عليها، وهي اسمها مريم. مريم كانت بتسأل على تيتو، مريم بتكون البيبي سيتر للأولاد. آية كانت بتكلمها فرنش وعربي، يعني كده هي مش مصرية. عيلوا بقى لمفاجأة حصريا لينا فانز برنس مصر، انتظروا مفاجأة جامدة جدا لآية أحلى، بس في الأول هنهني سندريلا غزل بعيد ميلادها، وهيكون يوم 14/12 يعني الشهر الجاي، واحتمال كبير تكون هدية آية أحلى ليها هي درع المليون، وده خبر حصري لينا فانز برنس مصر. زي ما كلنا عارفين ان آية احلى بقالها فترة كبيرة وصلت للمليون، لكن لسه ما عرضتش الدرع على اليوتيوب. ولو هي دي الهدية درع المليون، احنا منتظرين بفارغ الصبر عشان نشوف درع المليون لآية احلى. والف مليون مبروك يا آية وعقبال العشرة مليون. وهنكمل مع آية احلى الفلوج، جابت هدية لصالح وهو تيكت سبايدر مان للمدرسة عشان يلزقوا على حاجة المدرسة زي اللانش بوكس والشنطة زي ما شفنا الأميرة فيروز وبيبي حياة. كان على التيكت اسم صالح وصورته وكمان اسم المدرسة جولدن لانجويج سكول، وأكيد تيتو كمان جابت له الهدية دي لأنهم في مدرسة واحدة، ولأن تيتو بيموت في حاجة اسمها سبايدر مان. من الفيديو معانا عشان معانا معلومة مهمة جدا عن أمنية القوة ومامتها. هنشوف دلوقتي غزولة العسولة حصل لها ايه. الحقيقة سندريلا غزل كانت سنتها عاوزة تتخلع، لكن آية ما قدرتش تخلعها. ولو تفتكروا يزن كمان في مرة كان عاوز يخلع سنته، لكن الحاجة هند هي اللي خلعتها، وهي برضو اللي خلعت سنة السندريلا غزل. الف سلامة عليكي يا غزولة. دلوقتي واخيرا هنتكلم عن امنية القوة ومامتها، وسؤال اتسأل كتير عنها هي ومامتها سماح. بس في البداية هنقول معلومة مهمة جدا عن مدرسة امنية في الدرس، هي بتكون اسمها سمية. دلوقتي هنجاوب على سؤال اتسأل كتير، مامة امنية القوة فين وهي بتشوفها ولا لأ؟ الحقيقة مامة أمنية زي ما كلنا عارفين إنها منفصلة عن الحاج صالح، وأمنية وتيتو أكيد بيشوفوها وهي بتكون أمهم حتى لو منفصلة عن والدهم، لكن هما عايشين مع والدهم الحاج صالح وعيلة الجمل. بس كده وصلنا لآخر الفيديو، بس ما انتهاش سؤال الفانز الفيديو اليوم، هو ظهر اسم تيتو في الدقيقة الكام؟ شوفوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا تحلوا السؤال، وكملوا معانا عشان هنعرض أسامي الفانز اللي فازوا في المسابقة. ما تنسوش تشتركوا بالقناة الجديدة فانز برنس مصر، وعاوزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، وانتوا قدها يا أجمل جيش. وهنا وصلنا للنهاية، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.